الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من اخر النهار. كل التحيه والتقدير. فيديو الدكتور سالم عبد الجليل قالب مصر في الحقيقه، قالب السوشيال ميديا. الراجل بيقول كلام هو في اعتقاده انه حقيقه ايمانه بالاسلام وايمانه بالقران. هو بيقول، بيوجه كلام للمسيحيه عموما وللمسيحيين ولليهود، بينتقد كل الناس اللي بيطلعوا يقولوا كلام في الفضائيات بما فيهم الشيوخ لتقريب القلوب والمواطنة، يعني تقريب قلوب الناس اللي عايشين في بلد واحد مع بعض وتحقيق المواطنة. هو بيقول الكلام ده غلط، دكتور سالم عبد الجليل بيقول الكلام ده غلط، وبيقول انه طبعا انه المسيحيين كفار وعلى ضلالة، وانه مش عايز الشيوخ يفضلوا يقولوا لهم كده، علشان خاطر الشيوخ لما يقولوا انه ان احنا اخوات وان احنا كلنا بايمان واحد هم كده بيضللوا المسيحيين وبيضللوا اليهود. الكلام ده قاله على احد القنوات الزميلة، هي قناة المحور، وطبعا الكلام قالب الدنيا. منين جاب الدكتور سالم عبد الجليل الكلام ده، وليه اختار التوقيت في الحقيقة؟ يعني الكلام شديد الخطورة لانه عكس كل المسارات اللي البلد ماشية فيها واللي احنا محتاجين مصر تمشي فيها في الحقيقة. هو النهاردة لو رجعنا للقرآن الكريم، في كلام اللي بيقوله الدكتور سالم، يعني هو لو انت حاججته بما هو في الكتب هتلاقي انه الكلام اللي بيقوله الدكتور سالم في الكتب. لكن هل الدكتور سالم يريد الآن تأكيد هذه الحقيقة ولا ماشي عكس الاتجاه فيما يتعلق بالمواطنة؟ لبعض الناس اتهمته ان ده جاي في توقيت شديد الخطورة، وجاي في توقيت كمان يصيب البلد كلها بحالة من الرعب، لانه اذا كان في عالم جليل زي دكتور سالم عبد الجليل طالع بيقول كده، طب بتوع بقى الارهاب والتكفير يعملوا ايه في الناس اللي مش مؤمنين وكفار وعلى ضلالة؟ هل يقتلوهم ولا يعيشوا معاهم في مكان واحد؟ انا معايا على التليفون الحقيقة دكتور سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي الكبير ووكيل الأوقاف لشؤون الدعوة السابق. أهلا بك يا دكتور سالم. أهلا بيك يا حبيبي، ازيك يا استاذ خالد؟ أهلا وسهلا. أنت الحقيقة قلت كلام، أنت طبعا شايف الله يخليك. دكتور سالم، يعني أنا مستغرب من توقيت إطلاقك هذا الكلام على قناة المحور في الحقيقة، من إنه المسيحيين كفار وعلى ضلالة، وإنه الشيوخ اللي بيطلعوا يقولوا الإيمان الواحد دول بيضللوهم. التوقيت ده غريب شويه يا دكتور سالم، يعني ليه قلت قلت ايه وليه قلته؟ انا الحقيقه كنت اتمنى تعرض الفيديو الله يكرمك. هو جاي في سياق تفسير الايات الكريمه في سوره ال عمران. عايز تقعد معانا ونعرض لك الفيديو يا دكتور سالم؟ نعم يا حبيبي. تخليك معانا على التليفون نعرض الفيديو لا وترجع؟ لا مفيش، انا للاسف عندي ندوه بعد 10 طيب دقايق. طيب اتفضل. لكن هي الفكره ان انا مش عامل تصريح. احنا بنشرح الايه الكريمه في سوره ال عمران، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الحاصلين، والايات اللي بعدها. الايات دي بتوضح جدا انه غير المسلمين لا يعدون مؤمنين، ودي ما هياش دي الاشكاليه يا استاذ. الاشكاليه هل يا ترى احنا بنتعامل كمسلمين مع الناس على اساس ايمانهم وكفرهم، ولا على اساس الانسانيه والاخوه الانسانيه؟ وده اللي بنأكد عليه جدا. يعني لو سيادتك تابعت الفيديو من قبل الكلام ده وبعده هتلاقي ان احنا بنقول بنتعامل على اساس الانسانيه والاخوه الانسانيه، ودول اخواننا في الانسانيه، ونتعامل معاهم بالحب والمعروف. والكلام ده بنقوله في اكثر من محفل وفي اكثر من فيديو. ايوه بس انت يعني دكتور سالم، انا طبعا انا فاهم انت رجل دين، وانا مش هقدر اجادلك كمسلم في الكلام اللي هو موجود في القران الكريم. انا بتكلم عن توقيت هذا الموقف. انت النهارده عندنا تفجيرات كنايس، وانت طالع بتقول انه ده انه الدين المسيحي مش هيقبل. بس خليني هكمل لحضرتك سؤالي، انه الدين المسيحي مش هيقبل، وان هم هيجوا وهم بيحشرجوا في الاخر، والشيوخ اللي بيطلعوا يقولوا ان كلنا ايمان واحد دول شيوخ بيضللوا الناس. هل ده كلام شايفه ان ده توقيته المناسب انه يتعرض بهذا الشكل؟ طيب مره ثانيه الله يكرمك باكد، القصه مش قصه التوقيت، ده مش تصريح، ده شرح سياق لآيات كريمة بنشرحها في برنامجنا اليومي، واحنا بنتكلم 360 ساعة في السنة.
والحمد لله ما حدش بياخد من كلامنا حاجة غلط. احنا بفضل ربنا اكتر ناس فاهمين كويس او مبادئ التعايش والمحبة والوئام والبر اللي ينبغي ان يكون. هل كلامك ده يا دكتور سالم بتعتقد انه يحقق التعايش في التوقيت؟ انا مش بجادلك في القرآن وفيما تعتقد، انا بجادلك في توقيت طرح هذا الكلام، وعندنا تفجيرات في كل حتة والمسيحيين مستهدفين، ودلوقتي في رجل يعني عالم زيك ووكيل دعوة بالأوقاف سابق وأزهري يطلع يقول لا دول مش مؤمنين، واللي بيقولوا انهم مؤمنين دول بيضللوهم، انتوا دينكم باطل. طيب ما فيش يعني هل ده التوقيت المناسب يا دكتور سالم؟ طب خالد ما فيش إشكالية في الحكم الشرعي والاصطلاح الشرعي. هاب ان انا النهارده قلت لك انت غلطان، هل معنى غلطان ان انا هاجي اعتدي عليك؟ احنا عندنا حاجة اسمها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة بتقول لكل انسان الحق في اعتناق الدين اللي هو عايزه صح او غلط، وانا طلعت قلت ده في ايام التفجيرات بتاعت الكنيستين في اسكندريه وطنطا. تمام. وان دول معصومين الدم، وان احنا واجب وعلى فكره ده انا زعت حلقتين متصلتين عن وثيقه اللي بيقال انها موجوده في دير سانت كاترين مع انها مش منسوبه لسيدنا النبي بشكل دقيق. قلت انا اوافق ان تكون منسوبه اليه لان فيها حفاظ على دمهم وعرضهم واموالهم. أيوة 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 دكتور سالم، يعني انا عارف مواقفك السابقه، ولذلك اندهش من التوقيت. انت عارف مثلا ان البرلمان النهارده النائب محمد ابو حامد مقدم طلب احاطه ومعاه على التليفون، عايزك تسمعه وتشوف برضو البرلمان، لانه الموضوع خرج من حيز السوشيال ميديا الى حيز اخر، انه في طلب احاطه حوالين هذا الامر. لو تخليك معايا ثانيه واحده سياده النائب محمد ابو حامد. مساء الخير، وازاي شايف الكلام المنسوب للدكتور سالم عبد الجليل حوالين كفر المسيحيين وان هم على ضلاله والكلام ده؟ مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالشيخ. يعني في الحقيقه انا هتكلم من نفس المنطلق اللي سيادتك بتتكلم منه، هتكلم من منطلق الدستور والقانون. الدستور بتاعنا المبادئ اللي فيه مبادئ بتتكلم عن مواطنه، مبادئ بتتكلم عن حريه الاعتقاد، مبادئ بتتكلم على انه مش من حق حد ان يحاكم معتقدات حد. وفي الحقيقه يعني الدكتور سالم عمل مخالفه دستوريه يا سياده النائب؟ انا من وجهه نظري انه الكلام اللي قيل ده، وعلى فكره وبغض النظر عن التوقيت، المفروض انه الدستور هو المظله الاكبر اللي كلنا بننتظم تحتها، سواء كنا مؤسسات او كنا اشخاص طبيعيين. وانا من وجهه نظري ان اي خطاب سواء كان درس ولا كان مقاله ولا الى اخر ذلك تتعارض مع مبادئ الدستور وما يدعو اليه الدستور، وهذا امر مخالف للقانون. طيب انت بتطالب ايه يا سياده النائب؟ انت بتطالب، احنا سمعنا ان انت بتطالب بمحاكمه الشيخ سالم. انا بتكلم في حاجتين. احنا في مواقف كثيره جدا يا استاذ خالد حصل محاكمه اطفال، مش هقول بقى كبار، أطفال بتهمة ازدراء الأديان، زي اللي حصل مع الأطفال الخمسة بتوع المنيا لو حضرتك تتذكر، اللي كانوا بيهزروا تمام مع بعض. تمام. وتم محاكمتهم. أنا رقم واحد إنه، وده سؤال للدولة والقضاء ولكل المؤسسات، هل ازدراء الأديان ومادة ازدراء الأديان تخص فقط ازدراء الدين الإسلامي أم أنها تخص كافة الأديان؟ يعني أنت بتطالب بمحاكمة سالم عبد الجليل بتهمة ازدراء الأديان؟ أنا بطالب بإنه كما أن المجتمع مع الأسف، وأنا لا أقبل دوًا انه حاكم اطفال، يبقى من باب اولى ان احنا نحاكم الكبار. اذا كان اعتبروا ان تهريج اطفال هو ازدراء للديانه الاسلاميه، انا متهيالي انه التصريحات اللي فضيله الشيخ يعني قالها وفي مش في طيب خليك معايا سياده النائب. دكتور سالم عبد الجليل، يعني سمعت كلام النائب محمد ابو حامد ويطالب بمحاكمتك بتهمه ازدراء الاديان، هل ما فعلته ازدراء للاديان؟ وانا موافق على المحاكمه يا استاذ خالد. انت عايز تتحاكم؟ جدا. ليه واثق من نفسك ليه؟ تماما واثق ان ده مش ازدراء. ليه؟ لا خالص. ليه مش ازدراء؟ لان انا ما شتمتهمش ولا سبتهم ولا استحليت دمهم. بالعكس، ده انا قايل كمان بعض النصارى، بعض، لان مش الكل بيقول ان الله ثالث ثلاثه، مش الكل بيقول المسيح ابن الله، والكلام ده واضح في الفيديو. ومع ذلك انا اكدت على اسره التعايش واسره الحب واسره الولاء، وان احنا ايوه بس انت عالم ازهري يا دكتور سالم، الكلام ده هياخده ارهابيين ومتطرفين ممكن يتصرفوا بناء عليه. لو سمحتي لي، الارهابيون لا يسمعون لسالم عبد الجليل، دول يقتلونا في مسجد وواحد اذاع
على قناه امبارح على ان النصارى اللي جايين يقتلوني، الارهابيين اللي جايين يقتلوني في مسجد يا استاذ خالد، انت عارف ده كويس الله يكرمك. الارهابيين ما بيسمعوش لسالم عبد الجليل، اللي بيسمع سالم عبد الجليل هم الناس المصريين اللي تنزل الشارع النهارده وتعمل منهم حوار وتقرير عن مواقف سالم عبد الجليل. طب بقى يعني المسيحيين كفر يا دكتور سالم؟ استاذ خالد واحنا بالنسبه لهم كفره، بس ده مش الموضوع. ما هو ده الموضوع اللي انت فتحته يا دكتور سالم. انا بتكلم مين اللي قال ان التكفير يا استاذ خالد ده اللي انت فتحته؟ مين اللي قال ان المخالفه في العقيده تبيح الدم والعرض؟ مين اللي قال ده؟ اللي يقول بيتقطع رقبته، محدش قال ده. احنا ما قلناش ده، احنا ما قلناش ده. القران بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره خاسرين. بنشرح الايه ومع ذلك يعني انت قلت لهم ملائكه العذاب هتستنيكم. انا قلت لهم وكان فيها استهانه بعقيده الاخرين، يعني لو قلتوا يا يسوع لا. تعالى مش هيجي لكم، فيها استهانه. وماله وقلت انتوا اهلا وسهلا اخواننا في الوطن واخواننا حتى على الكره الارضيه مش بس في الوطن، لان انا مؤمن كويس قوي بان كل انسان له حريه في اعتقاد دين، في اعتناق الدين اللي هو عايزه. طب لو انت قلت ان احنا بالنسبه لهم كفره، يعني هل تقبل ان واحد مسيحي يطلع على قناه مصريه ويقول انه الاسلام ده مش دين حقيقي وانه دين صحراوي وانه على الهواء مباشره؟ هذه عقيدتهم وانا لا هذه عقيدتهم. ايوه تتقال على الهواء، تتقال على الهواء في وقت نحتاج فيه لكل لحظه مواطنه وتساند. على كل حال يا سيدي، اذا كان انا كلامي بيفهم غلط فانا بعتذر عنه، لكن في النهايه انا مؤمن كويس قوي باللي انا بقوله، وما عنديش مانع ان اكون الصبح عند المكتب النائب العام واتحاكم في القصه دي. طيب سياده النائب محمد ابو حامد، رايك كيف كلام الشيخ سالم؟ والله يا فندم انا زي ما حضرتك تفضلت، احنا بنتعامل مع الحكومه والوزاره اللي ليها علاقه بهذه الامور هي وزاره الاوقاف، وانا في الحقيقه مقدم بيان عاجل للسيد وزير الاوقاف، لان السيد وزير الاوقاف كان احال احد ائمه المساجد اظن الشيخ عبد الله رشدي. بتقول ايه يا دكتور سالم؟ انا مش في الاوقاف. هو بيقول لك انا مش في الاوقاف، هو بره الاوقاف دلوقتي. احالوا الى التحقيق لما اصدر تصريحات من النوع ده، وانا لما بقول وزير الاوقاف لانه وزير الاوقاف هو المسؤول عن المساجد، ومفروض ان احنا كمان في البرلمان دلوقتي بنطلع قانون جديد للفتوى اظنه هيكون الى حد ما بينظم مثل هذه الامور. الامر الثاني وانا ما زلت برضه باكد على انه احنا، وانا يعني في الحقيقه ده 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 ليس مناقشه في امر الدين، امر الدين يطلع الازهر يرد على فضيله الشيخ، لكن انا بتكلم على انه احنا حكينا دستور، هل الدستور المصري يبوز لاي فئه من الشعب المصري انها تطلع تستفسر معتقدات الاخرين من شركاء الوطن؟ انا في الحقيقه هذه لا، الصوت بيقطع قوي يا سياده النائب، بشكرك بس النقطه بتاعتك واضحه. هل الدستور بيبيح انه حد يطلع يسفه معتقدات طرف اخر؟ دكتور سالم، هل بترى ان دي مخالفه دستوريه زي ما بيقول النائب محمد ابو حامد؟ وهل عندك استعداد انه هذا الاعتذار يبقى يعني علني وموثق حتى في برنامجك؟ انا لا اعتذر عن ان انا بقول ان غير المسلمين ليسوا مؤمنين، ده عقيدة أنا أؤمن بها ألقى الله بها، مستعد أدفع روحي ثمن لهذا الاعتقاد، ما عنديش فيه مشكلة. أنا فقط أجادل في إن الكلام ده يتاخد على إنه بيبيح الدم والعرق، وأنا أرفض ده. وهل يعني شخص عالم زي حضرتك شايف إنه التوقيت ده في طرح مثل هذه القضايا توقيت مناسب؟ هو ده ما تحتاجه الأمة من الدعوة، إن إحنا نعرف إنه المسيحيين هينادوا يسوع في الاخر وبعدين مش هيجي لهم؟ طب ممكن بس اقول لك حاجه صغيره قوي الله يكرمك. هو الشيخ شعار كان بيفسر القران، كان بيجي عند ايات ويعديها ما يفسرهاش؟ ولا هي بس القصه عشان دلوقتي الشيخ مين يا فندم؟ يعني كل واحد بيتكلم باللي هو عايزه. ما سمعناش من الشيخ الشعراوي كلام فيه اهانه لطرف تاني او تسفيه من معتقد. ما حدش قال اهانه يا استاذ خالد، فين الاهانه الله يكرمك؟ اين الاهانه في الموضوع؟ انتم على ضلاله، وان الشيوخ اللي بيقولوا لكم كده في الفضائيات بيضحكوا عليكم وبيضللوكم وهتنادوا يسوع ومش هيجي لكم. اما اقول دول اخواتنا، ما اقول لك على حاجه، مش هم معتقدين بان المسيح صلب؟ انا ما هقول صلب عشان خاطرهم، وربنا قال وما قتلوه وما طلبوه. هل انا هغير قراني؟ بس كل واحد ربنا قال لكم دينكم ولي دين، وقال كل يا ايها الكافرون، وختمها لكم دينكم ولي دين. ايه المشكله في كده؟ يعني هم كفار نعيش معهم؟ ها الله.
ومين اللي قال انت تغش مع الكاسه؟ يا هم كفار نعيش معاهم يا دكتور سالم. لو سافرت اليابان النهارده بسالك سؤال محدد سالم، لو سافرت اليابان بيعبدوا البتاع ولا في الهند بيعبدوا البقر، مش هتعيش معاهم؟ النبي لم يستحل دم احد على اساس دينه. نحن لا نحارب احدا لا يحاربنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هل بتعتقد يا دكتور سالم، هل بتعتقد ان دي اولويات الامه المصريه الان، ان احنا نطرح هذا النوع من القضايا الاعتقاد؟ واحنا بنقول خطاب ديني جديد، وان الحاجات اللي فيها نقاط خلافيه مع اهل الوطن تتساب على جنب. انت لو قلت، لو انت عايش في اليابان زي ما بتقول وطلعت قلت الكلام ده على التلفزيون، ان انتوا بتعبدوا البقر، انتوا مضللين، انتوا على ضلاله، هتتحبس. اقول لك لو عايش في اليابان هتتحبس في اليابان. البقر انت مش هتتبيح دمهم؟ هتتبيح دمهم؟ نحن لا نستبيح دم الانسان مهما كان ديانته، مهما كان كفره والحاده. ما هو بتوع شارلي، بتوع شارلي ابدو، بتوع شارلي ابدو ما استباحوش دمنا، ورسموا رسمه تسيء الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وناس ردوا عليهم بالقتل، مع انهم ما استباحوش دمنا، لكن احنا اعتبرناها كمسلمين انها اهانه اعتقاد. ده يا استاذ خالد بس ما نخبطش في الامور. هؤلاء متطرفون واحنا انكرنا ده وبنرفض ده بالمطلق وهنظل نرفضه. طب انت اعتذرت عليه يا دكتور سالم دلوقتي؟ اذا كنت انا بعتذر عن ان حد زعل من كلامي مش اكتر، انما بالنسبه للعقيده واضحه. لما ربنا يقول لك قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، يقولوا ما بنقولش كده وخلاص شكرا. اذا هم كفار. يا سيدي مره ثانيه بقول لك هم كفار، لكنهم اخواننا في الوطن، نتعامل معهم بالحب والوئام والود، وربنا لا يحاسب العباد. واحنا بالنسبه لهم كده لا يحاكم انسان على عقيدته ولا على فكره ولا على ثقافته. هل ده يعني برضو اخر يعني النقطه اللي انا مزعلاني بس يا دكتور سالم وواقف عندها كتير، توقيت هذا الخطاب. طيب توقيت هذا الخطاب يعني ده في المعتقدات، مش يعني احنا اديان مختلفه، احنا اديان مختلفه، مفيش حد قال حاجه. هل ده التوقيت اللي انا اطلع اقول فيه ان المسيحيين كفره؟ لا يا سيدي، لا يا سيدي. وانه هل ده الاولويات بدل الحفر على العمل وعلى الانتاج وعلى دفع البلد لقدام وكل الحاجات؟ لو سمحت اسمعني، انا برنامجي كله عمل وكله قيم، وراجعوا البرنامج 360 ساعه لحد النهارده اعملهم واكثر. القصه مش كده، انا لم افطر توقيتا، هي الايه جت كده لازم افسرها. طبعا عايز اسمع راي الدكتور صبري، الشيخ صبري عباده، مستشار وزارة الأوقاف. أهلا بك يا سيد الشيخ. السلام عليكم شيخ صبري. شيخ صبري السلام عليكم. يعني زي حضرتك، إزاي شايف اللي قاله الدكتور سالم عبد الجليل وتوقيته والمطالبة بمحاكمته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ الدكتور سالم عبد الجليل إذا كان صدر منه ذلك لم أسمعه جيدا، ولكن لكن هو التوقيت توقيت زمني لابد ان نختاره. ثانيا، ان على الجانب الاخر الاخوه المسيحيين احنا بالنسبه لهم غير مؤمنين، لكن بتجمعنا المصلحه العامه واجمعنا وطن واحد، لابد ان نحترم مشاعر الاخرين، وان هذه الالفاظ العقائديه او التي تشير الى معتقد الاخر الاسلام ترفع في ان يذكرها او ينتهجها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن هناك أحد الناس داخل عليه فقال بئس أخ العشيرة الداخل، وعندما دخل ألان له الحديث فعجبت السيدة عائشة من أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة إنما أمرت بمواراة الناس، يعني بالدبلوماسية وحسن التعامل مع الآخر. وهناك معتقد أنا عارفه، هو عارفه، يعني أنا المسيحي عارف أن أنا غير مؤمن بالنسبة له، هو غير مؤمن بالنسبه لي. هو طلوع يعني رجل بهذه القامه على محطه كبيره يقول فيها الكلام ده، يعني هل ده التوقيت يا شيخ صبري؟ لا لا اللي احنا منتظرينه من دعاتنا المفترض انهم معتدلين وعايزينهم يزقوا بعنا البلد لقدام، مش يخلوا ولاد صغيره يروحوا المدرسه يقولوا لبعض انتوا كفره والتاني يقولوا انت كافر والبلد تولع. أنا بترفع إن الدكتور سالم يقول كده، وإذا كانت هناك فتبقى سقطة أو سقطة لسان أو سبق لسان.
لكن احنا عاوزين نقول للدكتور سالم ولكل دعاة الوسطيه والازهر هو ما بيقولش ان دي سخطه لسان، هو بيقول ده اعتقادي اقاتل عنه ما حييت. انا سالته على التوقيت، هو الحقيقه ما عجبنيش في موضوع التوقيت، انا كنت بفسر ايه، ما هو بيختار الايات اللي بيفسرها. لا احنا عاوزين نقول للدكتور سالم ان 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 ان, إن هناك وقت وزمن معين قيلت فيها هذه الايات، وكل الدنيا عارفه والمسيحي عارف ان هو على دين مخالف لدين الاسلام، والمسلم عارف ان هو على دين مخالف لدين المسيحيه، وان كل دين بيربي معتنقيه على المعتقدات التي امن بها. لكن انا عاوز اقول حاجه مهمه، ان هناك ان هناك قاسم مشترك بيني وبين المسيحي واليهودي والبوذي وبين الملحد، ان 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 الاسلام العظيم الدين دين السلام ودين الحياه ودين المعايشه، قال لرسوله ولنبيه العظيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. دعوة الإكراه وإظهار ونقد عيوب الدين الآخر ترفع عنها الإسلام وترفع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل امتدح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله المشركون الذين لا دين لهم، وامتدح أخلاق المشركين ليتأسى بها المسلمون. بشكرك والله، بشكرك الشيخ صبري، بشكرك شكرا جزيلا ورسالتك واضحة. هو السؤال يا جماعة، انت عارف انت في أمريكا لو قلت الواحد اسود اسود يسود، يعني هو اسود، لو قلت له يسود ها يعني بالمصطلحات المسيئة النيجر والكلام ده تخش السجن على طول، تخش السجن. فانت مش معنى انه هو اسود وانت عارف انه اسود وانت ابيض وعارف انك ابيض ان انت انه حد فينا يكلم التاني او يسفه من لون التاني، ما بنتكلمش في الاعتقاد. زي ما قال الشيخ صبري عباده، الموضوع في انه المسلمين مؤمنين بدين مخالف دين المسيحية، والمسيحيين مؤمنين بدين مخالف لدين اليهود، واليهود مؤمنين بدين مخالف لدين الإسلام. هذا الاختلاف لا يجب أن يكون أبدا ميدان للحوار العام في المجتمعات، لأنه أول ما بيكون ميدان للحوار العام في بلد تعاني كل هذه المعاناة مع الإرهاب ومع الجهل والتخلف ومع ماكينة الإرهاب والفقر اللي مختلطين مع بعض، اللي عمالين يطلعوا لنا كل يوم إرهابيين جدد، واحد بيرى انه التقرب الى الله تعالى لا يكون الا بتفجير مصلين في كنائس، وبيعتبر ان ده انجاز وكأن الله خلقه ليقتل ابناء الانسانية واخوته في الانسانية، لا يفعلون شيئا سوى انهم يظنون في معتقدهم انهم يتقربون الى الله ويريدون رضاه. لما نطلع نقول الكلام ده الحقيقة على الفضائيات، دي مصيبة سودة في رأيي متكتلة مع بعض. انت اعتقادك غير اعتقاد المسيحيين طبعا، القرآن بيقول حاجة غير اللي بيقولها الإنجيل او غير اللي بيعتقد فيها اهل المسيحية طبعا، اعتقاد المسيحية غير اعتقاد اهل الإسلام، والإنجيل يقول ما هو مخالف لنا طبعا. ايه اللي يخلي ان الكلام ده ميدان عام، زي ما تطلع كده تقول انا عايز اناقش القضية ما بين ليه الناس ليه الاسود اقل من الابيض؟ في اعتقادك كده واحد ابيض بيناقش يقول السود دول اقل، ما هم كانوا مستعبدين السود باللون. او ينظر الينا اذا كان احنا دلوقتي مع بننفجر غيظا وغضبا على مسلمي الروهينجا في ميانمار نتيجه ما تعرضون له من الاضطهاد، ما هو الاضطهاد طلع منين اساسه؟ طلع انه في علماء او شيوخ او سياسيين بيطرحوا هذه القضايا الخلافيه الاعتقاديه في الفضاء العام. يا راجل ده احنا ما بيننا وما بين الشيعه في اختلاف يصل في بعض طوائف الشيعه الى حد الخلاف في الاعتقاد. بنقتل بعض بقى، بيفجروا لنا الجوامع واحنا بنفجر الجوامع، السنه يفجروا وهم يفجروا. هذا الطرح في الحقيقه طرح ضد الانسانيه وضد المواطنه. ضد الإنسانية وضد المواطن، ده اعتقادك خليه في قلبك وخليه في الجامع وخليه في حيز الصلاة وخليه في طريقة تقربك إلى الله. أول ما هيطلع بره بالطريقة دي أنت بتكفر الناس اللي حواليك. طب أنت راجل دكتور ومستقر وكده، هات بقى شاب صغير سمع الكلمتين دول قال للمسيحي أنت يا ابني كافر، فالتاني رد عليه قال له أنت كافر، بقت حريقة.
بقت حريقه وبيتكلمونا عن خطاب ديني جديد واعلام جديد ده قياده للبلد الى الانهيار. لما يطلع شيخ معمم يقول كده وقبلها شيخ معمم ايضا قال على واحد مسلم انه مرتد، يعني بصرف النظر عن وجهه نظري انا الشخصيه في هذا الشخص الذي وصف بالارتداد، لكن لما رئيس جامعه الازهر يطلع يقول ده على شخص انه مرتد وبعدين بعدها المسيحيين كفره، امال ايه يا جماعه احنا بنتكلم في ايه؟ دي قضايا اعتقاد، تبقى في الجوامع، تبقى في البيوت، تبقى في، طب ما هو المسيحي شايفك كافر، طلعت انت شفت بقى في قداس وبيتصور على الهوى ونجينا من المسلمين الكفار. يعني يا جماعه حرام اللي احنا بنعمله في البلد بايدينا، لان احنا بنزقها، بنحاول كلنا نزقها لقدام وفي ناس بترجعها لنا لورا. ويؤسفني ان ده بيجي من شيوخ معممين داخل الازهر الشريف. صحيح ان الامام الاكبر خد موقف ضد الـ يعني رئيس الجامعه اللي اتهم شخص مسلم بالرد عن الاسلام. مش عارفين ايه اللي هيحصل مع دكتور سالم، ومش عارفين امتى نصل الى حدود احترام الدستور والقانون على النحو الذي يضمن لبلادنا انها تتقدم خطوه لقدام. خطاب ديني ايه وبتاع ايه؟ طب ما يجي الارهابيين، موجود في القران، موجود في القران في الاعتقاد، بس ليه تفسيره، لسياقه، لتركيبه، لترتيبه. هو احنا كنا بنحارب الاسرائيليين في 73 لانهم يهود ولا لانهم محتلين؟ ثم يعني لما الحاجات دي بتيجي القران في سياقه المتكامل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طب ما انت النهارده يا عم الحاجات لازم تتحط جنب بعض، ان في عيال صغيره جهله جهله بيفتكروا انهم يقتلوا واحده ست داخله شايله ابنها وحامل وداخله تصلي في كنيسه انه ده قرب الى الله وان ربنا هينبسط جدا منه. حرام عليكم بجد اللي بيتعمل في البلد. وانا صرت في الحقيقه اكفر بكل حديث عن خطاب ديني جديد، لان ما نراه من حولنا حتى من الناس اللي بنعتقد ان هم قادرين على انتاج خطاب ديني جديد بعتقد انه باطل باطل. ده مفيش امل، ده مفيش امل. اذا كان شيوخ ازهريين واحد يقول على ده مرتد، مرتد يعني اتذبح. هما الناس دي مفكره في الكلام ولا لا؟ طب ايه الفرق ما بين ده وما بين داعش؟ ايه الفرق ما بين ده وما بين داعش؟ والتاني طالع يقول كفار على الهوى وتضليل، ولما وهتنادي على يسوع مش هيجيلك. طب انت بتسفه ليه يا عم؟ ما احنا عارفين ان احنا مختلفين ومقررين بمعايير المواطنه ان احنا نتعايش مع الاختلافات، نتعايش. لكن ده ضد كل شيء له علاقه بالتعايش. وللاسف هننسى وهنرجع نقول خطاب ديني جديد واحنا كويسين ونبوس اللحى واللي في القلب في القلب، وبعدين يجي ولد صغير بعد سنه بعد اتنين بعد تلاته حفظ الكلام ده من شيخ معمم ويبتدي لو حد قال له تعالى عشان نقتل المسيحيين الكفره هيروح معاه، وتبقى مصيبه سودة في البلد متواليه. نزيف نزيف مستمر في الوعي والفكر. وبعد كده يتهموا لك الاعلام، يقول لك اصل الاعلام ده القائمين على هذا على مؤسسات الدينيه وعلى اعمال الدعوه. ده راجل كان وكيل دعوه، يعني انا هتجنن والله، كان وكيل دعوة. طب ماذا تعلم هؤلاء الدعاة في مدرسة الاوقاف؟ ماذا تعلموا؟ ان هم يخطبوا ايه؟ ما هو قضية برضو جاذبة جاذبة. ايوه المسيحي اصله كافر وهينادي يسوع مش هيجيله، وعلى المنبر ليه يا عم؟ ده احنا على المنبر بنقول للناس خدوا بالكم واحترسوا وبتاع عشان مش التوقيت. اعملوها في الدروس عادي، يعني استقرار إيمانك بالإسلام، استقرار إيمانك بالإسلام لا يعني تسفيه معتقد الآخر. بالمناسبة أنت إن لم يكن قلبك مطمئن لما أنت عليه مش محتاج تسفه معتقد واحد تاني عشان تحسن من معتقدك. وفي النهاية إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. إحنا عايزين دولة مواطنة ودولة قانون ودولة محبة ودولة رعاية مع بعض. الله، امال يعني مش عارف. طب اللي حضر القداس مع البابا بابا الفاتيكان لما جه هنا يعني دول ايه؟ كفره؟ وان هو حضر القداس يعني مش معقول. يعني الريس لما بيروح لهم الكنيسه كل يعني عيد
حرصا على قيم المواطنة. ده احنا ماشيين، ده الناس دي ماشية عكس كل ما يبنى، سواء على مستوى الرئيس او على مستوى كل الفئات الشعبية اللي عارف أهمية المواطن. يعني هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي أبدا أن يمر كده. لازم، مش إنه مش على محاسبة الدكتور سالم عبد الجليل أو غيره. لأن النهاردة هو لو وقف في أي محكمة معلش وقال لك الكلام ده موجود في القرآن الكريم وأنا ما قلتش حاجة بره القرآن، أنتوا بتحاسبوني عليه، محدش هيعمل له حاجة، محدش هيعمل له حاجة. لكن إمتى الكلام يقال وإزاي؟ إمتى وإزاي؟ وفي أي توقيت وفي أي سياق وفي أي مجتمع وفي أي ظرف سياسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش هصلح الكون، أنا قلت رسالتي وكلمتي ودخلت كل الأطراف، والباقي الكورة في ملعب الدولة الحقيقة. يعني الكورة في ملعب الدولة، لأنه إذا كان الإعلام بيقعد يهاتي على إصلاح خطاب ديني، وبعدين عندنا في أسبوع واحد طلع واحد مسلم إنه مرتد، واللي بيقول ده رئيس جامعة الازهر، وطلع المسيحيين على الهوى كفار ومضللين ومش وهتنادوا يسوع مش هيجي لكم وتسفيه من المعتقد، فاحنا كده رايحين في 60 داهيه يعني لا قدر الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. النهارده هيكون عندي الاستاذ ديا رشوان، اول حاجه هسالها له الموضوع ده، لان هو الراجل برضو خبير في شؤون المواطنه والاسلام السياسي، وراجل شارك في تحرير الدستور الى اخره. بس قبل ما نروح للاستاذ ديا رشوان، في الحقيقه النهارده كان في مؤتمر صحفي في الاداره العامه لمكافحه المخدرات مهم جدا. المخدرات يا جماعه بتدخل بطريقه غير طبيعيه، غير طبيعيه دلوقتي بقت بتدخل، يعني لسه ممسوك نص طن في ميناء السويس، وبعدين في معامل بتنتجه هنا. يعني احنا بقى عندنا الفقر والجهل والخطاب الديني المرتبك اللي موجود للاسف الشديد لدى بعض خريجي الازهر، ان لم تكن اغلب خريجي الازهر، ثم المخدرات، يعني الحقيقه كماشه وبتقفل على البلد. لكن النهارده هذا النشاط الحقيقه في مكافحه المخدرات كان مهم ومبشر بمكافحه مهمه في مجال المخدرات. ارجوكم شوفوا التقرير اللي جاي. حضرتك شفتها النهارده دي احدى القضايا اللي الاداره اشتغلتها في الفتره الاخيره. الحمد لله بفضل ربنا الاداره بتحقق نجاحات مستمره خلال العام الحالي والعام السابقه، واحنا متواصلين وامتداد لقياداتنا السابقين. حجم الجهد حقيقي وحامل استهداف كبير، لكن القضيه دي الجديد فيها ان ده خط انتاج مزدوج لمخدر الحشيش واخراس الكبتاجون، اول مره يحصل في مصر. صحيح كان في محاولات لصناعه الترامادول واجهضناها في 2013، في محاولات فردية لتصنيع أو خلط بسيط، لكن ده خط إنتاج بماكينات لها قدرة معينة. المراقبات وصلت بالنجاح للمصنع، وصلت بالنجاح للمخزن اللي هو بين القاهرة والسويس، طريق السويس، وده صعب جدا زي ما ساعتك شفت فيلم، ان هو تحت الارض، عامل اوضة تحت الارض متغطية بالرمال والمجزرة. يعني عملية مداهمة لست مدريات في وقت واحد وتشكيل خطر واماكن فيها صعوبه في مكان التصنيع كان لا يمكن معاينته قبل الضبط، لانه يصعب دخول اي حد لهذه المنطقه، لانه طبعا في رصد من افراد التشكيل ومنطقه ما فيش تردد عليها لحد. فكان طبعا استخدمنا التكنولوجيا في رسم خط السير اللي ممكن نمشي عليه واجهزه ملاحه بريه، قدرنا نوصل بفضل الله للمكان، والمكان صعب جدا حتى السير فيه صعب، لان في اماكن حتى ارض رخوه لا يمكن السير فيها لان دي محاجر طفله. تشكيل عصابي بتزعمه اللبناني اللي هو سليمان الفهد، ومعاه اثنين ولاده طالعين في هذا النشاط، وزي ما قلت ان هذا الشخص له نشاط وسجل اجرامي في المخدرات خارج مصر، وتم الحكم عليه بالسجن من قبل. هو عندما نزل يعني تواجد هنا في مصر مارس نشاط اقتصادي مشروع احد المصانع، ولكن للاسف ما اكتفاش بذلك،
انما مارس هذا النشاط الضار، والمسؤول الاول عن تهريب العقار الكبتاجون من لبنان الى المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج مرورا بالاراضي المصريه. مضبوطات حوالي 4.25 طن حشيش، 3 مليون قرص كبتاجون، ودي كانت مهربه من لبنان زي ما قلت، كان مبالغ حوالي 8 مليون واكثر مصري، واكثر من 600 الف دولار واكثر من 100 الف ريال سعودي، فضلا عن عملات كميات 3000 يورو وعملات سودانيه مختلفه. تم ضبط طبعا كافه المعدات والالات والمولد الكهربائي اللي كان يعني بيستخدم لتوليد الكهرباء. تم ضبط كميه من الذخيره من ذخيره الجرينوف اللي كان معد لمقاومه السلطات. جهد الحقيقه مشكور للاداره العامه لمكافحه المخدرات. احنا دايما كنا بنتكلم حوالين ان احنا بنتطلع انه الامن السياسي لا يمنع جهاز الامن المصري من انه يكافح الجريمه، والحقيقه اللي حاصل الايام اللي فاتت بيؤكد انه في رجاله سهرانه في ادارات مختلفه على مكافحه الجريمه. لما بنشوف الرقابه الاداريه بالدور اللي بتعمله، لما بنشوف ادي الخبطه دي بتاعت اداره مكافحه المخدرات، بنطمئن انه الناس دي شغاله على يعني قلب رجل واحد في مكافحه كل انواع الجرائم، بدءا من داعش وانتهاءا بيه اللي بيسرقوا ولا بيرتشوا ب 50 60 جنيه في بعض المحليات. بنشكرهم شكرا جزيلا رجال الاداره العامه لمكافحه المخدرات، كتر خيركم بجد، يعني حميتوا مصر من فساد عظيم. ده طبعا كنت هتلاقيه على العيد، ليله العيد كده بالليل ما شاء الله انتشر من اسكندريه الحلايب والناس استكنيست، فيعني الحمد لله انه ربنا عداها. وشكرا لرجال مكافحه المخدرات. بعد الفاصل دكتور الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين الاسبق وعضو الهيئه الوطنيه للصحافه واحد خبرائنا، يعني ربما القلائل اصحاب كلمه الحق في التوقيتات المناسبه. هستناكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه وحوار خاص مع دكتور الاستاذ ضياء رشوان عضو الهيئه الوطنيه للصحافه ورقيب الصحفيين الاسبق وواحد من العقول المصريه الباحثه التي تقول الحق في التوقيت المناسب. اهلا بحضرتك استاذ ضياء. اهلا وسهلا. مش هفوت فرصه الدكتور سالم عبد الجليل والحديث ما بين صحيح الاعتقاد، يعني لا احد يستطيع ان ينكر ايات القران الكريم في هذا الشان او الكتاب المقدس في الأديان الأخرى، لكن احنا بنتكلم في التوقيت وطريقة الإذاعة وطريقة معالجة هذه الموضوعات اللي ربما هي بالكامل عكس اللي البلد عايزاه دلوقتي. أنا مشكور طبعا أستاذ خالد على مجاملاتك المعتادة، يعني الله يعزك. لا ده مش مجاملاتي يا فندم، وأشكرك على لقائي بمشاهدينك الكرام وهم كثيرون الحقيقة. الحقيقة الدكتور سالم عبد الجليل فاجأني من الناحية الدينية وفاجأني من الناحية الدستورية ومن الناحية الإنسانية. لو احنا بنتكلم من الناحيه الدينيه البحته، بالقطع الدكتور سالم يعلم اكثر مني بان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينه المنوره وكان معه منافقون ويهود. نعم. والمنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقترب من احد منهم على الاطلاق، وكان على راسهم عبد الله بن ابي بن ابي سلمة، وكان ابنه مسلم. والابن قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعني اقتله. قال له في النص لا 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 تقترب منه حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فجعل عبد الله راس النفاق من اصحابه. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين وعامل اليهود ووقع معهم دستور المدينه ولم يقترب من عقيدته. وبالتالي انا اظن انه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اسوه حسن. صلى الله عليه وسلم. يعني السيد سالم عبد الجليل نحن نتكلم عن منافقين وعن يهود حاربوا الله حاربوا رسوله. سيدنا محمد لم يقترب من احد منهم الا عندما حاربه مش بسبب عقيدته ولم يعايره بعقيدته، يعني كان يهود بني النضير وبني قريظه وكل يعيشون في المدينه، لم يحدث لم نسمع عن جدال عقدي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم او اي احد من الصحابه، لم يتم احد. اثنين، في مقاصد الشريعه
مقاصد الشريعه خمسه ومعروفه للجميع. حفظ ايه؟ حفظ الدين والعقل والنسل والنفس والمال. والفقهاء اختلفوا في الترتيب وبعضهم ذهب الى انه حفظ الدين ياتي في الاخر نمره خمسه او اربعه، ويقدم اللي بيسموها الضروريات منها حفظ النفس وحفظ النسل. وبالتالي حفظ النفس هو جزء من اللي انت قلته له، انه لو ثارت فتنه في هذا البلد فده ضد مقاصد الشريعه. مقاصد الشريعه اخواننا اللي هي الشرع كل احكامه بتدور من اجل حفظها. وبالتالي الفتنه اللي هي كمان اشد من القتل سوف تاتي مثل هذا الكلام. وانا لا اظن صحيح ابدا انه من مقاصد الشريعه انه ندع المسلمين او المسيحيين يتقاتلون بكلام لن يضيف الى الاسلام شيء ولن يضيف الى عقيده الشيخ سالم شيء بالمناسبه. يعني عقيده التوحيد لا يلزم انك انت تجهر بها في كل لحظه، ده من الايمان. الاسلام اداء. انا استاذ واقف عند برضو يعني قبلها باسبوع رئيس جامعه الازهر وصف احد المسلمين انه مرتد، ثم ادي الشيخ سالم عبد الجليل، ثم بنسمع عن تحقيقات بتجري داخل الاوقاف عن من خالفوا الخطبه الموحده على المنابر من دعاه الاوقاف انفسهم في قضايا دينيه بالمناسبه. احنا يعني ده واضح ان ما عندناش امل بقى في موضوع الخطاب الديني ده خالص. لا شوف انا اقول لحضرتك يعني انا بقيس الحالات الفرديه، ربما احنا يعني في الاعلام وانت يعني استاذ في هذا المثل، نحن نهتم اكثر بالامور ذات الطابع غير الطبيعي. يعني المنفرد هو المثل الشهير جدا بتاع اساتذتنا القدامى، مين عض مين؟ عض الكلب رجلا ولا عض رجل كلبا؟ لو عض الرجل كلبا ده الخبر، انما عض الكلب رجلا ده عادي، ده العادي. وبالتالي احنا هنا بمنطق عض الرجل كلبا. لكن الازهر الشريف والمؤسسه الدينيه في مصر هي اكبر بكثير حجما ومقاما واداء من كل هذه الاشياء. احنا لدينا الازهر، وانا مش في مقام الدفاع عن الازهر، لكن لابد ان احنا نتذكر معا ارقام لابد ان احنا نبقى عارفينها. مصر فيها 120 الف مسجد تابع للاوقاف. في كل مسجد على الاقل ثلاثه من خارج الازهر. يعني بنتكلم على قرابه من 400 الى 500 الف عالم من امثال الشيخ سالم وغيره موجودين في المساجد ليل نهار. بنتكلم على جامعه الازهر بتخرج سنويا على الاقل 400 الف. المعاهد الازهريه فيها 2.5 مليون طالب. لدينا المعاهد زي 10,000 معهد، كليات الازهر فوق ال 80، وبالتالي عندنا ملايين من خريج الازهر في مصر. لما يطلع من بعض هؤلاء الملايين او من هؤلاء الملايين بعض الاشخاص اللي بيتبنوا مثل هذه الاحكام اللي هي غير مطابقه، بس بتمشي اكتر بهي، ما هو لانه الراجل عض دي بتمشي اكتر وتنتشر اكتر للاسف. طبعا لانه الراجل عض ولانه احنا مهتمين اكتر. ربما احنا انا بتكلم هنا على حاله مصريه من 6 سنوات دلوقتي مهتمين بالاثاره. احنا اصبحنا نعيش حاله اكشن. ما كانش في اكشن ما نعرفش نعيش، ما نعيش ما نقدرش، لانه الاكشن اللي شفناه ربما في تغييرات الثورتين ورا بعض كان كبير قوي. فمش قادرين نعيش مش طبيعي. مش معقول بقى نقعد بقى نناقش حدود العلاوه وتاثيرات لازم فرقعه هنا او هناك. لازم حاجات كبيره. فربما كمان البعض معجب بالحاله دي يعني بيتلبسها ويخلق قبل. الاعلام بقى اللي بيعملها الحاله، والاعلام ياخدها الاعلام اللي بيعملها ولا هي بتتعمل والاعلام بيتلقفها. واحد تلقفها بطريقه هادئه، واحد عايز يناقشها عقليا، واحد عرض فيديو اغتصاب على الهواء، الجو الحلو. شوف هو يعني في الوضع اللي احنا فيه الحقيقه، عشان برضو الواحد يبقى يعني امين مع نفسه، في الاصل كان الاعلام لانه لو ما فيش الواسطه دي ما كانش الرجال عضوا كلاب. لو ما كانش موجود طريقة نقل الخبر بالطريقة اللي احنا بننقله فيه بسرعة شديدة جدا وبنفرده بشكل كبير جدا، وكمان اصبح السوشيال ميديا اثرت عليها مش في الخبر في مصدره، لا في طريقتها. السوشيال ميديا 140 حرف في تويتر وبوستات صغيرة جدا على الفيسبوك. فاحنا كمان الاعلام بقينا نراعي مزاج القارئ او المشاهد، احنا عايزين نديله حاجه سريعه ونسير برضو ونسير. ما هو اثاره مع سرعه مع قله كلام، وبالتالي يطلع لك الخلطه اللي تخلي مثل هذه الظواهر تحاول تختلق حالات. انت متذكر يعني الشيخ ميزو دلوقتي هو في السجن، ما الشيخ ميزو عمل كده، الراجل قال لك انا المهدي المنتظر لانه ده خبر. ثلاث اسطر يعملوا خبر يطلع على السوشيال ميديا يشتهر مين بقى اللي عمل ده؟ الاعلام اللي عمله بقى ولا الاعلام الواسطه الاعلام اللي ركز عليه
الهام ركز عليه وده دورنا بقى. احنا يعني هل نهتم لكل رجل عض كلبا ام نشوف الناس الطبيعيه عايشه؟ طيب ما الاعلانات بتهتم بدور الرجل عض كلبا. يعني انت النهارده ده رشوان هيطلع على الهواء هيكلمني في تأثيرات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلدان الخليج على الأمن القومي العربي. تمام. هقلب هلاقي الشيخ ميزو بيقول أنا المهدي المنتظر، اللي بعده زينة المحارم، اللي بعده اغتصاب على الهوى، اللي بعد أنا مضيرة شوية مش عايزه لو أخذ. مظبوط كلامك يعني ضغط جدا. مش والإعلانات هتروح فين؟ اللي بقى بتعيش الفضائيات هتروح فين؟ هتروح للشيخ ميزو والاغتصاب والحاجات الحلوه بقى السكسي. طيب ما ده الذوق العام اللي احنا جزء من خلقه، يعني احنا ضحايا له بحكم توجه الاعلانات والمشاهد رايح فين ضحايا، ولكن احنا كمان فاعلين. فاعلين لان هذه الحاله خلقت شئنا ما ابينا بايدينا. بايدينا احنا على شاشاتنا وعلى جرايدنا وعلى مواقعنا. في النهايه الاعلام احنا اللي عملنا له الصوره دي، ثم ابتدى يلتهمنا. احنا خلقنا الوحش والوحش ابتدى ياكلنا. احنا خلقنا ذوق وطريقه للمشاهده والقرايه والتصفح عند مواطن، وبعدين ابتدينا نشتكي ان المواطن ده مش عايز حاجه الجد. لا، المواطن عايز حاجه الجد بدليل انه في الدنيا كلها في ده واكتر منه. يعني لو بنتكلم على الحاجات الخارجه، العالم المفتوح العالم الغربي فيه في اكتر كتير. من ده مليون مره. لكن حجم المشاهده والتصفح ليه قد ايه بالقياس للمواطن العام او العدد الاكبر؟ لا، قليل. احنا خلقنا ده ونشكي منه. السؤال، نقدر نخرج منه؟ هل نستطيع، يستطيع الاعلام المصري انه يخرج مما ادخل نفسه فيه؟ انا بقول لك نعم يستطيع. طيب انت في الهيئه الوطنيه للصحافه وشريك في صياغات دستوريه متعدده وشريك ايضا في العمل الاعلامي التلفزيوني وكمذيع وكضيف، النهارده نخرج ازاي من ده؟ يعني انت النهارده ما بنيجي نتكلم على الرساله الاعلاميه، حتى الناس اللي بتشوف الحاجات الجاذبة دي اللي فيها عض الكلب رجلا والمعلنين اللي بيحطوا على العض الكلب رجلا دي حاجات كتيرة جدا بيحتقروها في الآخر، بس بيشوفوها طبعا. وفي النهاية كل المنتج الجاد بيبقى في المزبلة. انت بقى كهيئة وطنية للصحافة وهتنسق مع الهيئة الوطنية للإعلام وهتنسق مع المجلس الأعلى للإعلام، عندكم حلول للكلام ده ولا احنا هنفضل نحط لستة عقوبات للصحفيين والاعلاميين دون ان نغير في منظومة الصحافة والاعلام كلها؟ هستأذنك اخد منك الاجابة بس بعد الفاصل اللي جاي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل الفاصل وبعد يعني الجزء الاولاني من الحوار كنت بسال الاستاذ ضياء رشوان، طب انتوا هيئات اهي المجلس الاعلى للاعلام، الهيئه الوطنيه للاعلام، الهيئه الوطنيه للصحافه، ومصر متهمه، بنتهم بعض انه الاعلام سبب افساد كل شيء، وانت قلت الاعلام هو المتهم الاول او رقم واحد، وفي النهايه الاعلانات بتتحكم في الاعلام. انتوا هتعملوا ايه بقى علشان تظبطوا الكلام ده؟ يعني هل عندكم حل في ده؟ شوف احنا شايفينكم بتتخانقوا، خد بالك. لا لا طبعا اتخانقوا على المكاتب والحاجات. لا لا احنا يعني احنا كعضو في الهيئه الوطنيه للصحافه احنا ما اتخانقناش على حاجه. احنا خدنا مقر المجلس الاعلى للصحافه اللي احنا خدنا 80% او يعني 80% مما كان يقوم به. الخناقه دي كانت في حته ثانيه، يعني في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مع مكتب وزير الاعلام، ودي امور تخص اصحابها يعني وماضيهم او احلامهم المستقبل يعني، لكن احنا ما عندناش لا ماضي ولا احلام المستقبل. ارجع للموضوع. الموضوع ان وصل فيها، ودي ببساطه انا هنتهز فرصه برنامجك تسمح لي بس اقدم شرح بسيط لعله اني اوصل لناس كتير، يتعلق بالثالث هيئات دي اللي هو بالظبط سؤالك. الاعلام ده ينضبط او ايه، ازاي يتم ضبطه مش ضبطه، يعني مظبوط على ايقاعات قانونيه ودستوريه ازاي؟ تمام. في الدستور اللي انا كنت متشرف ان انا عضو في لجنه الخمسين نيابه عن صحفي مصر، نحن الذين اقترحنا هذه المواد الثلاثه. المجلس والهيئتين 211 212 213، والمواد دي
تم التشاور بشأنها مع الزملاء في حين وفي المؤسسات الصحفية المختلفة. وبالتالي كان لي شرف وضع هذه المواد. تمام. والأعمال التحضيرية بتقول وتؤكد ما أقول، اللي عايز يشوف السي دي موجود يعني يطلع عليه. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم المادة 211 لحضرة بينا مثل عشان الناس كلها تبقى معانا. الإعلام هو عبارة عن مكنة بتطلع منتج. عملية إنتاجية. أنت حضرتك رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، عندك عملية إنتاجية جواها في مكن وفي بشر وفي مكان وفي كمبيوترز وفي كل ده بيطلع في الآخر منتج. تمام. بيبقى على الموقع أو في الجريدة. تمام. أو على الشاشات المواقع موبايل. التلفزيونية بتاعتك. تمام. الدستور قال إيه؟ وده اللي في الدنيا كلها. في العمليتين دول في فصل ما بينه وما بين الهيئات. الهيئة الوطنية للصحافة دي يا جماعة مجلس إدارة الشركة القابضة للصحافة القومية اللي مملوكة للدولة. تمام. بتاعت الناس. تمام. اتعمل لها هيئة واحدة لأن هي 8 مؤسسات وفيهم 54 إصدار، فاتقال إنه دي تشرف على العملية الإنتاجية، عملية إنتاج الصحافة. ودي تدير بقى تعيين الناس وتغلق أو تقفل وترفض كل ما يتعلق بعملية الإنتاج تقوم بيه. طيب الهيئة الوطنية للإعلام تقوم بنفس الدور في مكان اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تدير المبنى ده وملحقاته كلها، موظفين وإخوان. زي المجلس بقى. زي بالظبط، عشان برضه لأن أنا حسيت إن في خلاف طبعا ما بين المجلس وبين الهيئة الوطنية للإعلام. هو ده تصور ربما عند حد بس مش عندنا. وكان معايا الاستاذ مكرم وقال انه برضه في ناس مش عارفه ادوارها يعني. لا انا بقول الادوار اهو وفقا للدستور والقانون اللي قدامي اهو. وبالتالي مثلا احنا النهارده في النهار، النهار ملك شركه، الشركه دي مجلس اداره وعضو منتدب، ده زي الهيئه الوطنيه للاعلام بس ده خاص. هو حر، عايز يجيب 3 مذيعين، عايز يمشي 5 مذيعين، يجيب كاميرامان، يجيب 10 داخليا، ده تبعه. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيعمل ايه بقى؟ بلغه فؤاد المهندس في الفيلم الجميل بتاع جابت قماش. هو المكنه طلعت قماش. هو يراقب القماش. اه. ملوش دعوه بالمكنه. اه. المكنه انا قلت مين يديرها؟ اه. المكنه الخاصه يديرها هنا علاء الكحكي. تمام. المكنه القوميه يديرها الاستاذ حسين زين في ماسبيرو. مكنه الصحافه يديرها الهيئه الوطنيه للصحافه في مع الاستاذ كرم جابر ونحن زملاء. المنتج اللي بيطلع من المكنة دي القماش ده، دي وظيفة المجلس الأعلى. تمام. المجلس الأعلى هو اللي يراقب بقى العملية كلها. يعمل إيه بقى؟ يكون مسؤولا، ده الدستور وفي 22 اختصاص في القانون اللي نظمنا بشأنه، مفيش منهم تعيين رؤساء تحرير الصحف ولا رؤساء ولا رئيس قناة النهار ولا رئيس تحرير سي بي سي، مش تبع حد إلا أصحابها. هو يراقب هذه المنظومة ويتحقق من جودتها. يتحقق من جودتها. وإيه بقى؟ ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، حفاظ على استقلالها، ده الحفاظ ده الدور، وحيادها وحيادها أهو ده منتج بقى. طبعا. وتعدديتها منتج، تنوعها منتج، ومنع الممارسات الاحتكارية. دي بقى مسألة رئيسية في دوره. الممارسة الاحتكارية تيجي عبر المنتج مش عبر حاجه تانية. انت بتحتكر كوره، بتحتكر دراما، بتحتكر سينما، كل ده منتج. ومراقبه اللي بيحتكر ده المجلس الاعلام هو اللي اتدخل، وظيفته المباشره. ومراقبه سلامه مصادر تمويل الصحف والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه، ده الشيء الوحيد اللي في العمليه اللي تابع للمجلس الاعلى. ده في نص الدستور. مراقبه سلامه مصادر تمويل المؤسسات الصحفيه والاعلاميه. تمام. يجي يشوف الفلوس دي غسيل اموال ولا فلوس سليمه، وفي هيئات الرقابيه في الدوله هي اللي بتساعده على ده. تمام. ووضع الضوابط والمعايير اللازمه لضمان ايه بقى؟ التزام الصحافه ووسائل الاعلام بايه؟ ما قالش باداره سليمه، قال باصول المهنه واخلاقيتها ومقتضيات الامن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. ده الدستور. يجي القانون يروح مطلع 22 اختصاص للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. ولا واحد فيهم له علاقه بالاداره. الا اداره المجلس نفسه. انت هنا بتكلمني انا ولا بتكلم استاذ مكرم؟ بكلم استاذ مكرم وبكلم الجمهور العام وبكلم فقهاء الدستور. في يعني عدم ادراك لدور هذا المجلس لدى الاستاذ مكرم او لدى اعضاء المجلس الاعلى للاعلام او غيره؟ الحقيقه لم يعبر عن هذه الاراء الا استاذ مكرم. زملائي الاخرين بعضهم كان في لجنه صياغه هذا الدستور القانون. هذا القانون يا استاذي العزيز كان لي شرف ان اكون امين عام اللجنه الوطنيه للتشريعات الصحفيه والاعلاميه التي وضعته
القانون ده وضع على مدى سنتين شارك فيه 50 شخص وانقسم نصين، نص صدر هنا والتاني لسه في مجلس النواب، وبالتالي شاركت في وضع الدستور، شاركت في وضع القانون مع اخرين. هناك فقهاء دستوريين اي حد يسألهم او قانونيين، اذا كان الدستور بمواده الثلاثة او القانون ده يضع اي شيء على كاهل المجلس على تنظيم الاعلام غير المنتج واللي انا قريته، يقول الاداره ما فيش في حاجات مهمه جدا. طب هذا الخلل معلش استاذ برضو فضل. عشان ايه يعني لما احنا بنشوف كاعلاميين وصحفيين وبنبص نلاقي انه حتى اعضاء الهيئات والمؤسسات مش عارفين طبيعه الدور، مش عارفين يفسروا القانون، ممكن نتشكك بعد كده في كل القرارات اللي طالعه، هل ما اذا كانت صدر عن نوايا حقيقيه في التنظيم ولا يعني يسال الملتبس عليه. احنا كهيئه وطنيه للصحافه مثلا عقدنا على الاقل لغايه دلوقتي ما بين اجتماعات رسميه او غير رسميه على الاقل 8 9 حوالي 10 اجتماعات. ليه؟ عشان نحاول ننجد الصحافه القوميه ومؤسساتها من المشاكل اللي هي فيها. ولم نتطرق لشيء اخر، يعني ما قربناش من اختصاصات ليست لنا. اللي حاصل انه من هو غيرنا يقترب من اختصاصاتنا، وهو بغير سند دستوري. اللي هو الاستاذ مكرم. وهو الاستاذ مكرم عشان نعمل يعني نحط البهارات الكويسه. لا لا عشان وهو الاستاذ مكرم. نعم نعم. يعني الاستاذ مكرم بيقترب من اختصاصات الهيئه الوطنيه للصحافه في على عكس ما هو مذكور في القانون. هو الدستور، وده مش موضوع شخصي. لما اقول لحضرتك ال 22 اختصاص هقول لحضرتك نمره 3 مثلا. يعني انت مش المفترض تعرض الاستاذ مكرم قال الهيئة الوطنية للصحافة تعمل التغييرات رؤساء التحرير وتعرض على المجلس الأعلى للإعلام. يا فندم هذا يخل باستقلاله واستقلالنا. أستاذ مكرم ما خدش باله إن في الدستور اللي شاركنا بشرف كبير في وضعه في المادة 211 الخاصة بمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سطر وتلت حطينا كلمة مستقلة 3 مرات. سطر وتلت بنقول إيه؟ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري وموازنتها مستقله. ازيدك من البيت شعر عشان نتكلم بقى كلام الجد. الهيئه دي المجلس الاعلى ده مفروض بيراقب المنتج، المنتج الصحافه القوميه، الصحافه الخاصه، الصحافه الحزبيه، التلفزيون الخاص زي اللي احنا فيه، التلفزيون الحكومي اللي هو ماسبيرو. ازاي ابقى انا بتابع ومستقلا انتاج ماسبيرو وانا ساكن في ماسبيرو؟ من اين ياتي الاستقلال؟ اليس هناك شبهه؟ يعني انه المكتب غلط يعني المكتب طبعًا. انا بتكلم عن المكتب غلط يا استاذ العزيز. هذه امور يعني نسال فيها اي قانوني. هذا الاستقلال بالبلدي كده لما ابقى انا في الجهاز المركزي للمحاسبات وبراقب جهه حكوميه وابقى مكتبي في الجهه الحكوميه وتستضيفني، يبقى انا حيادي، هل هو امر مضمون؟ هذا امر يعني في يعني هنا في مخالفه في بقاء الاستاذ مكرم داخل مبنى ماسبيرو. انا في رايي هناك فيه يعني عدم اتساق مع دور المجلس الاعلى. المجلس الاعلى مستقل تماما، هو الدستور اللي بيقول والقانون خد نفس التعبيرات وحطها، وبالتالي انا بقول لك ده في حيث الشكل. هل يصح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يستضاف عند قناه النهار في احد مقرها؟ في كمقر؟ ينفع وهو بيتابعها؟ ومن حقه مبنى ماسبيرو مختلف لانه في مبنى الوزاره في الداخل، مبنى وزاره الاعلام تابع لاتحاد الاذاعه والتلفزيون الذي ينتج ماده. يعني انت تقصد ان حسين زين هو اللي كان المفروض ياخد مكتب بتاع الدور التاسع؟ لا ده تبعه تبعه. انا معرفش، مش دعوه مين الخناقه مع مين، انا بتكلم دلوقتي من حيث هل ينفع انه مجلس اعلى تنظيم الاعلام ياخد مقر في السي بي سي او النهار او صحيفه الوطن او الاون؟ لو كان ينفع نقول خلاص ما فيش خلال باستقلال. انا راجل بتحسب وبتحسس يعني شايف ان وجود المجلس الاعلى للاعلام داخل مبنى ماسبيرو اخلال بالاستقلال. نعم وانه السبب في عدم فهم هذه النصوص هو الاستاذ مكرم مش انا. ما بقولش مين السبب، انا بقول يقرا، انا بقول النصوص. لا ال 22 اختصاص كلهم يتعلقوا بالمنتج. مثلا وضع وتطبيق الضوابط والمعايير لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الصحفيه باصول المهنه واخلاقياتها، وضع القواعد والمعايير الضابطه للاداء الصحفي والاعلامي والاعلاني باشتراك مع النقابه الاعلاني مع النقابه المعنيه، تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشان عما ينشر بالصحف او بث بوسائل الاعلام كله على المنتج، وضع زي ما قلت مراقبه القماش مش التدخل. اهو انا بتكلم في القماش في الاعلانات في الاخر كده. الاعلانات قول لي انتوا في هذه القضيه، هل طبعا انت خلاص هيئه وطنيه للصحافه انت ملتزم بدورك، لكن القانون بيقول ايه فيما يخص الاعلانات والعمل الاعلاني؟
التقارير اللي بتطلع من مؤسسات مراقبة المشاهدة اللي كتير جدا من الفضائيات بتشكك فيها. بص يا سيدي، هتعملوا حاجة فيها دي أو القانون كله خاضع لأستاذ مكرم. أستاذ مكرم عنده المجلس الأعلى عنده التزامات كبرى. مثلا البند 12 من 22 اختصاص الترخيص الأول يرخص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع في البداية، خد رخصة من عنده زي إبسوس والحاجات كل اللي بيعمل ده أو هيئتها أو مؤسساتها شركات أو مؤسسات، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة كلها من أول العينة لغاية النتيجة واعتماد النتيجة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقاعدة يضعها المجلس. يعني إبسوس مش مفترض تطلع التقرير إلى لما يعتمد بالمجلس على الإعلام والأول تاخد ترخيص أصلا. هي مش واخده أصلا ترخيص، تاخد ترخيص منه. طيب الإعلانات البند 15 تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف. هذا الاقتصاد يا أستاذ خالد، أنا عايز أقول لك حاجة، المجلس ده اختراع جديد في مصر، وإحنا لما حطيناه في الدستور كان هدفنا ضبط الأداء الإعلامي، مش ضبطه وإحضار، لا ضبط قانوني دستوري، وده موجود في دول كتيرة. أنا بنصح على الهواء ونصحت بعض الزملاء الأعزاء في المجلس بالآتي، في ثلاث دول أوروبية عندها مجال شبه دي. يعني أتمنى إن يبقى فيه إيه عشان عندنا ألمانيا بريطانيا ندرس فرنسا. ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، عندنا دولة عربية عندها تجربة رائدة اسمها المغرب. تزار الدول دي يتشاف اللي فيها إيه. أنا عليك اختصاص مثلا أخير، أنا مش فاهم منسي ليه، اختصاص رقم 10 ده عند الأستاذ مكرم برضو المجلس الأعلى، منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم. يعني المراسلين أجانب تبعوا، عارف كم مراسل أجنبي في مصر؟ تابعين لغاية دلوقتي في الأهلي 1250 مراسل معتمد، 240 مراسل بيجوا شهريا بالإضافة للمعتمدين. كل دول فين مكانهم؟ في الدور الأول في البسبير صحيح، بس مش في التاسع. في الأول. أنا أتمنى آخر حاجة تغييرات الصحف إمتى؟ شوف هذا الامر، وانا بكون صريح معاك جدا، الهيئه الوطنيه للصحافه صار حولها اشاعات وكلام كثير، وبعضه اتى ممن يعني ممن لا يملك. عشان مش عايز اتكلم على ما لا يستحق، لا من لا يملك. اعلن حاجات الهيئه الوطنيه للصحافه لم تناقش في كل اجتماعاتها السابقه اي اسم على الترابيزه، ولم تطرح اي مؤسسه ولا اي صحيفه للمناقشه، اللي نوقش حاجه واحده في 10 دقائق. يا جماعه ايه المعايير؟ فاتفقنا على ما يسمى بالمعايير الوارده في القانون، وتفرغنا بعد كده لقانون الصحافه اللي بعتناه لمجلس النواب، وتفرغنا للمشاكل الصحافه. لكن كل ما يقال ويشاع في الطرقات وفي دهاليز الصحف مش حقيقي، وبعض يعني وكالات النميمه لا علاقه له بالهيئه الوطنيه للصحافه، وكل واحد مسؤول عن ترشيح نفسه او ترشيح واحد صاحبه او ترشيح صاحب صاحبه، احنا لم نناقش شيء بعد. طب دي حاجه كويسه هتخلي الجماعه الصحفيه كلها يعني ايه تنتبه للنميمه، بس النميمه بتنقطعش عندنا يا باشا. لا ما تنقطعش، انا بس اتمنى اللي بقوله، انا واحد من 12 اعضاء الهيئه 11 ورئيسها، هل ما قلته الان الصحفيين كلهم عندهم تليفونات لل 11 زميل يتاكدوا. بشكرك، لكن لا تاخذوا كلاما من من لا يملك. بشكرك استاذ ديا رشوان على هذه المعلومات، شكرا جزيلا. بعد الفاصل زميلي الأستاذ جابر القرموطي وعرض لصحافة بكرة إن شاء الله، وأنا أشوفكم الأسبوع الجاي، تصبحوا على خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم الدقائق القادمه في صحافه الغد ان شاء الله. 14 شعبان 1438، 11 مايو 2017، 3 باشنس 1733. ان شاء الله بكره ليله النصف من شعبان، يعني القلم وقع مش مشكله، ليله النصف من شعبان ربنا كده يعود على حضراتكم كل الايام السعيده بالخير واليمن والبركات. زميلي العزيز خالد صلاح بدأ الحلقة بكل توفيق كده في موضوع الشيخ سالم عبد الجليل، واللي قال إن عقيدة المسيحيين فاسدة وحاجات كده وبتاع مش عارف إيه، و ناهيني عن الكلام اللي
الشيخ سالم عبد الجليل قاله أو اللي يطلع حد تاني يقوله بعدين يقول لك ما هم عارفين وإحنا عارفين ودول هم عارفين. وخالد قال حاجة لطيفة قوي، قال لك وإحنا في أمريكا لما حد بيقول لك إيه هو أسود، يعني أنا مقابل واحد أسود وقلت له أنت أسود يبقى ده تمييز على طول يتحاكم، يعني فاهمني إزاي؟ أسود وهو أسود بس أنا إزاي أقول أنت أسود؟ يعني أنا قصير ماشي، لو واحد قال لي أنت قصير يبقى دي فيها ازدراء، ازدراء الطول والقصر كده يعني. إحنا كل ما نيجي نهدى شوية حد يروح، يعني لازمتها إيه يا شيخ سالم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ ها؟ لازم يعني أفهم بس يعني إيه 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 يعني إيه اللي عاد على حضرتك؟ حضرتك بتدافع عن الدين؟ ما إحنا يعني إحنا مش ضد الدين يعني. يعني حضرتك مثلا بتحب البلد، ما احنا برضو بنحب البلد، حضرتك شايف ان ده توقيته، هي دي بقى المصيبة بقى. يعني حضرتك شايف يعني انت مقتنع او عايز تقنع الناس انه المسيحيين او الدين المسيحي بيعتبر الدين الاسلامي على 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 حق، وان احنا بنعتبر المسيحيين على حق، ونقعد نفعص بقى زي ما بقول لحضرتك كده، كفانا تفعيص في المعاني، كفانا بقى خلاص، ما احنا عارفين انه لكم دينكم ولي دين، خلاص ايه كل شوية نفضل نطلع في المعاني ما خلاص يا جدعان في ايه؟ يعني ايه اللي انت جنيته من البقين اللي انت قلتهم دول؟ ان انت بتدافع عن الدين؟ لا والله والله لا بتدافع عن الدين ولا يحزنوه، وده عمره ما يكون دفاع عن الدين بالطريقه دي. فاسده، في حاجه اسمها عقيده فاسده. ويا اخي لو انت جواك ما تتقالش يا اخي بالطريقه دي، لو انت جواك يعني هذا المعنى ما تتقالش بالطريقه دي. وهنفضل كل زي ما اقول لحضراتكم كده، تفعيص في المعاني. عارفين ازاي؟ زي اللي بيعصر قصب. يفضل يعصر في العود بتاع القصب كده لحد ما يجيب داغه، يعني نفس النظام. بعملين وكأننا يصعب علينا ان احنا نعيش شوية حلوين، او الله يصعب علينا كده ان احنا ما يكونش عندنا قضية فيها حبش كده ونبش مع بعضينا، لا لازم نطلع، لازم واحد يعني انا مش فاهم ده، انت حضرتك معاك برنامج يومي وطلعت قلت كلمتين وبتطلع تقول للناس والله الوعظ الدين الاسلامي والبرنامج بتاع حضرتك واقف على الكلمتين اللي انت قلتهم عن المسيحيين، لا مش فاهم يعني. بطلوا الضرب اللي ملوش اي ستين لازمة في موضوع المسيحيين والمسلمين ده، بطلوا والله العظيم بطلوا. بتدوا فرصة كده للواحد يجي يقول لك ايه الحق زي جابر نصار النهاردة، الدكتور جابر نصار بيقول لك إن, ان ان الناس اللي بتصلي برا الاماكن والبتاع والكلام ده تقول اخر شكلهم وحش، مسكوه بقى الحق ده مش عايز الناس تصلي، الحق مش عارف ايه، الحق الراجل بيتكلم في حته تانية خالص خالص. في ناس بتصطاد في الماء العكر، اذا كان يعني نيتك صافيه يا سيدي وان المسيحيين عارفين ان هم كده وانت حضرتك عارف ان المسيحيين عارفين عنك انك كده، ما بلاش تتقال يا اخي خلاص، يعني ما هو وقر في القلب هذا الامر بالنسبه لك خلاص. انما هنفضل كل شويه يطلع لنا شيخ واعظ ومش عارف فين وبتاع يخبط في المسيحيين، طب ما انت بتساعد على التشدد بطريقه غير مباشره، يعني انا مش فاهم. ارحموا المسيحيين شويه يعني الكلام عن الديانات بلاش بقى، عايز يا سيدي ترشدني ارشدني، قوم قول لي والله صلاتك وزكاتك وادائك وتعاطيك وتعاملك واخلاقك دي حضني على ده، مش هفضل كل ما وانا ماشي اوعى المسيحيين يا عم في ايه؟ في ايه؟ اوعى تاكل سلطه طيب اخلع ارجع، اوعى تديهم تاكل معاهم ارجع، اوعى تقول لهم مش عارف ايه ارجع، دول فاسده ارجع. وبعدين انتوا بتسموا حياه تانيه طيب؟ ايه الداعي يعني؟ وايه توقيتها؟ وايه لزومها؟ ما اعرفش. سيبنا ايه للمتشددين وسيبنا ايه للي ما عندهمش اي حكمه عند اعطاء الحكمه
سيبنا لهم ايه؟ ولا حاجه. لكن انا اجي في الموضوع اخبط وكان انا ما عنديش موضوع اتكلم فيه وكان البلد ناقصه مشاكل. في ايه يا جدعان؟ اهدوا شويه. حرام والله، والله حرام حرام حرام. خلوا البلد تاخد نفس تشم شويه حاجه كويسه. ده احنا مش قادرين نجيب بلح رمضان، هتيجي تدخلونا في العقيده؟ حرام. اهدوا اهدى يا شيخ سالم، واهدوا يا جدعان التانيين، اهدوا اهدوا مش كده، اهدوا عشان الناس تحس كده بروحانيات. السيسي في افتتاح عندنا ثلاث مجموعات من من المانشيتات. السيسي في افتتاح حقول غازات غرب الدلتا، نكافح من اجل المستقبل. الرئيس يبحث مع نظيره القيني دفع العلاقات بين البلدين والتطورات في الصومال، الاستاذ احمد اسماعيل في صحيفه الشروق. بشاير الخير. روزا اليوسف الاستاذ احمد امبابي، الرئيس يشهد الاحتفال ببدء اول انتاج للغاز بحقول الاسكندريه. وقمه مصريه كينيه لتعزيز التعاون بين البلدين. مصر تدخل عصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، السيسي اطلق اشاره بدء الانتاج بحقول شمال الاسكندريه. وقابيل للرئيس، قابيل اللي هو وزير الصناعه، طرح اربع مجمعات صناعيه جاهزه للتراخيص في محافظات الصعيد خلال ايام الاستاذه شيماء جلال. عندي نوع تاني من المانشيتات، العلاوه. ولاده متعثره للعلاوه الخاصه في جلسه عاصفه مصر اليوم بكره، مشادات بين المؤيدين والمعارضين واتهامات للمجلس بمخالفه اللائحه، محمد عبد القادر ومحمود جاويش وخالد الشامي. علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية تصل للموظفين بعد انتظار عام. مجلس النواب يوافق على قانون العلاوة في ملحق التصويت. وزير شؤون المجلس نقطتين، صرف العلاوة قبل رمضان وعبد العال الغلابة هم المصلحة الأولى، المصلحة الأولى للنظام السياسي. ونعيش في مصر حياة أفضل من غيرها في دول كتيرة جدا، أستاذ إسماعيل الأشول في صحيفة الشروق. أخيرا الوطن وولاء نعمة الله محمد يوسف وهيبة أمين، البرلمان يقر العلاوة والصرف قبل رمضان. الحد الأدنى للعلاوة 65 جنيها والأقصى 120، والموافقة تمت بأغلبية 420 عضوا ورفض 5 وامتناع 19. وعبد العال اللي هو رئيس البرلمان، بعض النواب حضروا لإفساد الجلسة، ومروان اللي هو وزير شؤون البرلمان. الكل الآن فائزا. عندي عناوين أخرى في صحف الغد. الحكومة بترش النواب بعد فضيحة ابنة وزير الأوقاف. قصاد اتنين جوه. الحقيقة أنا قريت المقال، الموضوع اللي مكتوب جوه في العصفورة في الوافد، أنا ما فهمتش منه حاجة. يعني موضوع كده زي يكون واحد مخمخ وقاعد بيكتبه، لكن إيه المعلومة؟ مفيش معلومة. يعني أنا انبهرت بالعنوان، الحكومة ترشي النواب بعد فضيحة ابنة وزيرة ابنة وزير الأوقاف. لما دخلت جوه في صفحة 2، بعد فضيحة تعيين ابنة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مجلس الوزراء يسعى حاليا إلى تقديم رشوة لنواب البرلمان. خلي بال حضرتك، ده كلام يسأل عليه صحيفة الوفد. ده كلام لو صح هتبقى كارثة، مصيبة. بعد فضيحة تعيين ابنة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشركة ميدور للبترول، علمت العصفورة إن مجلس الوزراء يسعى حاليا، خلي بال حضرتك، يسعى حاليا الى تقديم رشوه لنواب البرلمان بمنح اعضاء المجلس فرص عمل بقطاع البترول بالشركات المختلفه بالوزاره في عدد من المحافظات في المشروعات والتوسعات التي تقوم بها الوزاره طبقا لما هو مقرر في خطه الوزاره. المصادر للعصفوره قالت ان شرط الحصول على هذه الفرص ان تكون لابناء النواب او الاقارب من الدرجه الاولى. خلي بال حضرتك ان مجلس الوزراء يسعى حاليا، مجلس الوزراء، ويتم التقدم بالطلبات الى مجلس الوزراء الذي يحيل الطلب الى الوزاره للبدء في الاجراءات. وزاره البترول وشهد الاسبوع الحالي حاله من الزخم نتيجه سعي النواب الى تعيين ابنائهم في الوظائف التي قررها مجلس الوزراء، ووصف عدد من النواب هذه الخطوه بانها جيده ومتنفس جديد، نتمنى تعميمها أو يتمنى تعميم هذا الأمر بأكبر قدر ممكن في عدد من الوزارات المختلفة حتى نتمكن من تنبيه مطر. كلام كده بس، يعني الحكومة ترد بقى. أنا ما عنديش. أنا بكرة إبراهيم قاسم في اليوم السابع، خزانة الدولة تنتعش بـ7 مليار جنيه من التصالح مع رموز مبارك. مجلس الوزراء وافق على 60 طلبا والكسب انتهى من 20 قضية فقط، وأسرة الشاذلي تتنازل عن قطعتي أرض. شايفت المقال يا حلاوة،
65 جنيه العلاوه للموظفين و14 جنيه على بطاقه التموين. كده المواطن ينحرف. مصر بين الحياء والرونق. كيف اصبحت هناك تهم اسمها خدش الحياء العام وخدش الرونق العام واثاره المناخ التشاؤم في هذا الاطار. طيب انا قبل بس ما ابدا في اي حاجه عندي مقال لطيف قوي للاستاذ محمد احمد طنطاوي، بس كنت بعته بدري شويه. ابو حميد، من يدافع عن الحمير في مصر؟ ممكن حضرتك تشوف ان المقال ده هو على موقع اليوم السابع، تشوف ان المقال ده ايه يا عم وايه الافاده في المقال ده. لا، المقال في منتهى الخطوره لو صح. الاستاذ محمد احمد طنطاوي زميلنا العزيز، والدته واخواته بيتصلوا بيه من بني سويف كل شويه. الو، ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ قول لها الله يخليك يما، انت اخبارك ايه وحاجات كده وبتاع. محمد عنده رنا وعمر، ولاده يعني ربنا يخليهم. فوالدته كل يوم بتساله ازاي رنا وازاي عمر وكويسين يا محمد، انت عامل ايه يا حبيبي وكويس، وبتقبض في اليوم السابع وما بتقبضش وحاجات كده كل يوم. فجأة بيقول قمت من النوم امبارح لقيت سيل من المكالمات على التليفون. ايه اللي حصل؟ قالوا له يا محمد يا حبيبي الناس عدد بتعمل حاجة غريبة في البلد. ايه هي؟ السرقة ما بقتش للجاموس والبقر، لا، ده احنا السرقة عندنا بياخدوا الحمار ويذبحوه بالليل ويسرقوا الجلد بتاعه والكبد بتاعه والجزء الخلفي من الحمار ويسيبوا الأشلاء لأصحابها في الصباح ليستيقظوا على المصيبة. من عاش في الريف أو قضى جزء من حياته فيه يعرف جيدا، بيقول محمد أحمد طنطاوي فيما قاله، يعرف جيدا معنى أن يفقد الفلاح حماره أو بقرته. طب استقى الفلاح جاي من الغيط بالليل كده وراكب على الحمار، تحس انه راكب طياره بوينج. والله لو ركبته طياره بوينج مش هيرضى، الحمار بتاعه ده عنده حاجه كده فخفخه، هو كده تركبته كده. لما كان ولاد عمي يجوا من القاهره عندنا في البلد واحنا صغيرين، كان بيجوا احسن نزهه يركبوا الحمار والحمار يلعب بديله كده هما ماشيين، كان اجمل نزهه ياخدوها انهم يركبوا على الحمار. ويا سلام بقى لو البردعة بتاعته حلو نزهة يعني. يا ريس ده في يا ده لا وفي ناس بقى تعملها تطريز كده ودي واحمر واصفر، وفي واحد بيعمل لك بتاع كده مو يعمل لها بتاع قدام كده عشان وانت راكب ما تقعش، وفي واحد بيعمل لها بتاعتين كده لتحت زي بتاعه الحصنة وتحط رجلك هنا ورجل ده مخمخ. ده اللي كان عنده حمار وبعافيه وبتاع قصدي بقوه وبتاع وكلام من ده كان بيبقى شيخ البلد والله العظيم، وهو ماشي كده تقول الراجل ده عنده حمار معتبر. ما علينا، البكاء والصراخ تعالى في القريه الصغيره، قريه الاستاذ محمد احمد طنطاوي اسمها طرشوب التابعه لمركز بيبا في محافظه بني سويف. فقدت القريه 10 حمير على مدار يومين بنفس الطريقة، ياخدوا الحمار يذبحوه يسلخوه ياخدوا الجلد بتاعه والكبدة بتاعته والجزء الخلفي منه من ورا اللي هما تقريبا الفقدتين. حضرتك بقى الافخاد دي بتروح تتعمل ايه بقى؟ كباب، كفتة، طرب. امال الاخر اللي بيسكن الكاميو ده بيعمل حمير ازاي؟ وانت قاعد كده وعازم الناس انها بتجيب لي واحد طرب وتجيب لي واحد كباب وتجيب اتاري لحم حمير واحنا مش واخدين بالنا يا اخوانا والله العظيم. هم يضحك وهم يبكي. فالسارق ينتهز وجود الحمار في الحقل بعيدا عن ضجيج المنازل ليرصده جيدا، ثم يجهز ادواته ووسيله النقل المناسبه لذبح الحمار وسلخه والخروج به ليلا الى مكان لم نعلمه حتى الان. ما زالت امي
ام الاستاذ محمد طنطاوي تسرد التفاصيل، خاصه انه حمار ابن عمتي، حمار ابن عمة محمد ده مقر رائع والله العظيم مقر رائع. شوفوا يا جدعان قريه طرشوب دي ايه اللي بيحصل فيها، ده مقال سياسي. انتوا فاكرين ان انا بهزر؟ والله مقال سياسي. ان الحمير تتسرق بالطريقه دي وتتاخد بالطريقه دي، وبتروح فين الجلود وبروح فين الكبد؟ الكبد تقعد في مكان كده وتقول له النبي هات ربع كيلو كبده. خلي بالك خلي بالك كبد الحمار بيتسرق، خلي بالك. ما زالت امي تسرد المزيد من التفاصيل، خاصه وان حمار ابن عمتي تم سرقته بنفس الطريقه السابقه، ومنزله يبعد عنا بامتار قليل. وقالت له، ده الاستاذ محمد بيقول ان امه قالت له، يا ابني بيقولوا الجلود بتاعت الحمير بيصدروها وبيدفعوا في الواحد 5000 جنيه، والكبده بتتباع للمحلات في مصر، اوعى يا محمد تاكل حاجه في المطاعم عندك. ام محمد طنطاوي بتحذره. أواجه بساطة أمي بضحكات متتالية، وأتذكر أن شر البلية ما يضحك. باتت الحمير هدفا للسرقة من قبل اللصوص الذين تضاعف جرائمهم مع زيادة الأسعار وتعويم الجنيه. اتجهوا إلى وسيلة النقل الأشهر والأهم للفلاح المصري، الحمار. الحمير المذبوحة في طرشوب لا تسمع عن أجهزة الدولة شيء، ولا تعرف بها الشرطة شيء، أو مديرية الأمن والمسؤولين على الضبط والربط شيء، خاصة الفلاح البسيط لا يتجه غالبا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة حماره. كما ان الخفير النظامي والعمده ومشايخ البلد وكل القرارات التنفيذيه الموجوده في القريه لا تفزع غالبا لمشاكل الفلاح، الا انني ارى ان قضيه، ده محمد احمد طنطاوي يقول، ذبح الحمير وسرقتها في طرشوب تستحق ان تبرزها وسائل الاعلام وتتابعها بصوره جاده خلال الايام المقبله. يا استاذ احمد، استاذ محمد احمد طنطاوي، لو عندك جديد هتهولي تحت امر حضرتك بكره باذن الله. لو عندك صور من الحمير اللي في طرشوب هات لي وانا اشوف موضوع الحمير ده ايه، ونناقشه مع بعض في هذا الاطار. القضيه مش هزار، لا ده قضيه امن قومي انجاز التعبير، يعني لان احنا بناكل اللي بيتشد من الحمير ده، بناكله. لو سيبنا المسائل كده مش هيبقى كويس. واحنا بنتكلم اهو انه الفلاح ما برضاش يروح يبلغ على الحمار، لانه لو راح بلغ على الحمار هياخدوه. جاي يبلغ على الحمار بتاعه، هو مش فاهم ان الحمار ده بالنسبه للفلاح راس مال، او من ضمن راس المال، استخفاف. بس الحل ايه؟ ما تعرفش. طب لو مسكوا الولد اللي بيسرق الحمار ويسلخه وياخد الكبده بتاعته وياخد النص الوراني ده، يعملوا فيه ايه؟ انا رايي والله العظيم ما بهزر، ما يسيبوش الحرامي ده الا ما ينهق. لازم ينهق زي الحمار وبعدين يسلموه للشرطه. اوعى تسيبوه، ما تضربوهوش، لا، بس اضغطوا عليه عشان ينهق زي الحمار، وبعدين او اكلوا برسيم زي الحمار، اكلوا تب. ابن الذين ده اللي يروح ياخد الحمار ويذبحه ويعمله ولا اخره كده. مقر رائع محمد احمد طنطاوي، اه والله العظيم. طيب عندنا مجله الاهرام العربي بتتكلم عن، الاول ناخد بس الكلمه والازهر. الكلمه بتقول صحصحي حكومه الاستاذ هشام جاد، القطله الصامته تصرخ بقوه غول الاسعار ينهش المواطنين، والهدامون يستغلون سقطات الدوله. فرقعه في الهواء خطايا الوزراء تخدم اهداف الغوغاء. وطبر صباح اشاره لتجمع الشرازم، والمزود يسخر الشرق لهدم مصر، وهشام جرين يثير علامات الاستفهام. الزيادة السكانية تعيق خطة التنمية المستدامة، نائب وزير الصحة الدكتورة ميسة شوقي بتتكلم في هذا الإطار. وزير الطيران يؤكد نحترم قرار الرئيس بعدم تشغيل مطار النزهة. طيب صوت الأزهر، الإمام وزميلنا الأستاذ أحمد الصاوي، الإمام الأكبر بيقول الأديان اتفقت على الفضائل وتغرد كلها في سرب واحد. البرلمان رئيسا ونوابا لا مساس باستقلال الازهر وشيخي والسيسي نقطتين، لن اسمح بتهديد امن واستقرار الخليج، والطيب ينتصر لمنهج الازهر، ومثقفون يشيدون بثقافه الاعتذار وشجاعه القرار، ومن كانت معركه التصدي للتكفير فهي معركه الامام الاكبر. وزير النقل بيقول اسمك ورقم بطاقتك على تذكره القطر قريب. طيب عندنا مجله الاهرام العربي في هذا الاطار بتتكلم ايضا عن زياره ترامب للمنطقه، تاشير الضياع لزهرة المدائن اختطاف القدس. وفي ملف في الداخل كده عن الـ القدس والوضع هناك،
الحقيقة أكتر من زميل مشارك في هذا الإطار وبيكتب وبيكتب عنه في زميلتنا العزيزة أول أنس الديب عامل كاريكاتير كويس قوي في هذا الإطار يعني وعامل الكاريكاتير بتاع الأستاذ أنس الديب شغال أهو يعني شايفين بقى كله غول وعندنا الأستاذة إيمان عمر الفاروق عاملة ملف اختطاف القدس تحت سمع وبصر الحكام العرب مشروع نقل السفارة الأمريكية نكبة جديدة بتوقيع ترامب والقنصلية الأمريكية خنجر بقلب القدس دعوات لتحمل لافتتها لتحمل لافتتها لقب سفارة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى القنصلية ترسل تقارير مباشرة للخارجية الأمريكية وعندي تساؤل هل تراجع ترامب عن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ يعني ده ملف الحقيقة عاملاه زميلتنا الأستاذة إيمان الفاروق كتر خيرها الحقيقة عاملة يعني شغل فيه مجني جدا وغضب الدوائر الصهيونية الأمريكية لتأخر الإعلان عن نقل السفارة إلى القدس وبزور تشريع القدس بالكونجرس لا تزال غامضة بيل كلينتون أراد ترديد إيهود باراك عقب قمة كامب ديفيد الثانية بتحريك ملف السفارة هي مجموعة من العناوين تحملها مجلة الأهرام العربي في هذا الإطار لكن الأهم هو ما جاء في موضوع إيمان عمر الفاروق من زيارة ترامب للمنطقة تأشير الضياع لزهرة المدائن اختطاف القدس أتمنى لحضراتكم كل الخير وكل الاحترام وكل التقدير خلي بال حضراتكم من نفسكم إن شاء الله أشوفكم بكرة في الثامنة مساء بكرة الخميس بإذن الله لكم منا كل الاحترام والتقدير السلام عليكم